السلام عليكم حبايبي، كيف دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. دونك ان شاء الله جا لكم اليوم فيديو جديد، فلوج جديد. غدا انا وماما عرض علينا واحد اليوتيوبر اللي تبارك الله القناه ديالها زوينه بزاف وغزاله، يوميات بسمه. عرضت علينا اننا نمشيو عندها الصالون ديالها ودير لينا هكا جوله فيه، نشوفوا الصالون ديالها كي داير وكذا. قلنا علاش لا ما نستغلوش الفرصه نديوكم معانا حتى نتوما. دونك ما نطولش عليكم، نمشي نلبس حويجاتي، ندير شي ماكياج هكا خفيف حيت باقا ما ماكيتش، اي هكا شي حاجه خفيفه ونمشيو. المهم كيف كتشوفوا حنا الله ركبنا في الطوموبيل. ماما قولي بالسلام. سلام، كي دايرين؟ بخير عليكم. لاباس عليكم. يلا ركبنا في الطوموبيل وغادي نمشيو عند صاحبتنا بسمه كيف قلت لكم، وصافي خليكم معايا. الماكياج ما بغيتش الماكي بزاف، درت غير شي حاجه خفيفه وصافي، هادشي اللي كاين. يلا ملي نوصلوا غادي نوريكم بسمه. احنا وصلنا. كديرة لاباس؟ انا كنصور فيها وهي كتصور فيها. كدير مع الصحاب كدير شي مزيان. دابا حنا جينا عند بسمه. مرحبا بينا عندك اليوم. مرحبا بك الزين. مرحبا، بارك الله فيك. نخلي لكم لاشين ديالها في صندوق الوصف. يوميات بسمه كدير داكشي غزال، عندها فيديوهات متنوعه بزاف بزاف، ولاشين ديالها توب توب توب. بغيتكم كاملين تدخلوا عندها وتشجعوها وتقولوا ليها جينا من عند كنزه. ولا لا خديجه، مرحبا بكم البنات. مرحبا بكم، مرحبا بكم في لاشين ديالي يوميات بسمه. مرحبا بكم في الصالون ديالي بطبيعه الحال، صالون ديال الحلاقه والتجميل. ألف مرحبا على راسي وعيني اللي جا من عند كنزة ومن عند أخت خديجة. مرحبا، بارك الله وفيك. شكرا. شويه وتحتتنا ياك يا خديجه، دوينا وتحتتنا وصافي وكلينا وبردنا غضيتنا. ودابا غادي نطلعوا الفوق للصالون الفوق عند بسمه ونشوفوا شنو كاين عندها. دونك خليكم معايا وصافي. بارك الله فيك. حنا طالعين نشوفوا شي تكاشطات عند بسمه، كتكري تكاشط. خليكم معانا، مرحبا بينا. حنا طالعين شو ماما مسكينه باقا واحد هنا. يا حنا جينا. مرحبا. تقولوا ما جينا. مرحبا. بارك الله فيك. هادشي زين اختي، هادشي زين. بارك الله فيك. شكرا. خديجة هلا سلامتك وصلتي. الحبيبه ديالي الله يسلمك. تبارك الله هادشي غزال. صحتك زوين هادشي. صافي عندنا عرس ان شاء الله في شهر 6. مرحبا بك، اللي عجباتك خذي اختي. بارك الله فيك. الله يخطيك غزال هادشي. القنادر زوين زوين. سولوني شي بنات على القنادر، قالوا لي بسمه واش شافوني لابسه. اه هذه كنتي لابسه غزاله. هذه قالوا لي واش كتبيعيهم؟ ما كنبيعهمش غير دايرهم للكره. اه زوين. زوين مثلا الا كنتي كتبتيكم هذا تفلم زوين. ما تلبسيش لينا شي حاجه كنزه؟ قيس كنزه، قيس ليكم. قيس نقيس. شوفوني عروسه.
يلاه يلاه انا دقيقه وانا جايه عندكم تفركس عليكم واحد شويه كاع ما غتعرفوني. اللي ما شريت نزال اللي شريت نزال ومن بعد نوريكم الصنادل عندها داكشي. يلا قيسي لينا دابا باش نشوفوك والمشاهدين يشوفوك. غادي جات ما تقيسيش ها حتى انا نقيس ماشي مشكل نقيس. يلا واخا صحه شوفوا كي جاتني التكشيطه الصراحه انا حمقاتني وسطاتني حيت سامبل بزاف وتنضمه عجباتني ماشي شي حاجه اللي مشارجيه صراحه. بينت لاطاي ديالي زوينه بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي انا غليظه. لا غليظه اخوتي راني كنجي مع التكاشط ماشي بحال شي سلوكيات اختي. كنضحك معاكم عداكم تقلقوا راني بيله وكنبغي نضحك ونقشب واحد شويه صراحه حمقاتني هاد التكشيطه. كاين الزين كاين الزين ماشي كاين دوري تبارك الله وصلي عندي عليك بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله كنحشم. لا عزيزي تبارك الله تبارك الله ما شاء الله شوفوا هذه حتى هي كي جاتني. مهم انا فضلت انني لبست كاشط سامبل حيت ديما كنلبس شي حاجه اللي شويه مشارجية قلت هاكا نبدل شويه نشوف السامبل كي غيجيني والصراحه النتيجه خطيره. عجبوني هادو سامبل بالاخص ديك السومه بغيت نحمق عليها وتبارك الله عليك على البسمه. الله يحفظك الزين تكاشطك واعرين والله ما شاء الله تبارك الله عليك بارك الله فيك حتى انت. شوفوا ها انتم اخواتي الزين ولا طاي كلشي كاين. لا تحقروني. لا لا تبارك الله عليك ما شاء الله بارك الله فيك. شوفوا 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 الزيونات كجيتكم بنونات كجيتكم. انا هذا هو لوني المفضل كلشي عارفني كنحماق على هذا اللون. بلوغ صراحه جاني غزال صافي جاك زوين تبارك الله وصل عندي والله الا فن تبارك الله زوينه اللي لبستيها تجيك زوينه ما شاء الله. قلت يا خويا تعب بلا مكياج انا والله لا ضربت لكم تعبي راسي كسوي مسقوطه. لا لا والله الا زوين جاك دوري دوري ها شتي لا تيشدك من سميتو من المرايه عرفتي هذا الموديل كيفاش داير هذا هذا راه مغاير كنزه هانتي هذا راه من هنا مهزوز ومن القدام طويل ومن اللور طويل ومن الجناب مهزوز شفتي كيسحب لك تي قصير. لا راه هانتي شتي الموديل ديالو ومن القدام طويل ومن اللور طويل الموديل ديالو زوين الله يعطيك الصحه بصحتك انت هي اللي جاك زوين ما شاء الله. دخلوا عندها لاشين وتابونا وتقولوا لها جينا من عند كنزة راه عندها داكشي زوين بزاف راه دايره لكم جوله في الصالون ديالها وبزاف ديال الحوايج بغيتكم كاملين تدخلوا عندها. وكذلك غادي نخلي لكم النمره ديالها في صندوق الوصف بالنسبه للبنات اللي باغين يكريو التكاشط ولا شي عروسه باغا تنقف اكسيتيرا باغا اللي دير لها الماكياج ولا تصايب لها شعرها باغا تصبغي شعرك وتالفه ممكن انك تصوني عليها وتشاوري معاها تفيدكم واحد شويه. ومرحبا بكم في الصالون ديالها صالون دبي ياك مرحبا بكم كاملين وصافي هادشي اللي كاين. شكرا لك بزاف كنزه الله يحفظك الزين ديالي وتبارك الله وصل على النبي عليك نورتيني هذا النهار والله والله الا نورتيني انت وخديجه ماما. المهم انا لبست هاد التكيشيطه كيف كتشوفوا ما بقيتش في السامبل بدلت واحد شويه قلت علاش لا ما نلبسش شي حاجه كتكون مشارجيه واحد شويه هاكا نشوفوا واش غادي تجي معايا ولا عارفه راه غادي تجي معايا حيت انا جميله انا راه زويده ها كنضحك معاكم. المهم هذه راه صاري ماشي بحال هذوك اللي لبست في الاول ياك ولا هذوك كاملين صاري. لا لا حتى انا ما كنعرفش الصاري هذا هو الصاري وصراحة حمقتني وما انا تبارك الله رقيقه بزاف زادت بيناتني رقيقه. لا لا فعلا بيناتك رقيقه بزاف والله
شتي جاتك فني ولا ما شاء الله. المهم انا راه فيا غير 65 كيلو، انا راه ما غليتش، انا رقيقه. شوف شوف. لا لا ما شاء الله، والله الا جاتك مزيان بارك الله فيك. نزيد نقرب ليكم باش يبان ليكم مزيان. كي جيتكم عاوتاني التيتيز اختي والطبوقيص تبارك الله، جاتك زوينة فنجة واعرة ما شاء الله يعني. سولي المشاهدين المشاهدين قولوا لي في لي كومونتير إما تكشيطة ولا إما قفطاني، هذا قفطان ولا قندورة؟ هذاك قفيطين حالك لا كانت شي أسبوع مثلا ولا عيد ميلاد. مزيانه زعما صح، المهم كياخذوا البنات بحال هكا نقيق زوين وخفيف. قولوا لي البنات في لي كومونتير اين تكشيطه عجباتكم واين تكشيطه جات معايا انا، خليوا لي الاراء ديالكم لتحت حيت كتهمني بطبيعه الحال. وراه هاد القفيطين ولا قميص ولا هذا راه كيجي مع لي زاكسيسوار كيجيو غزالين معاه. دابا حيت ما دايره والو كيجيو غزالين فنيونة تبارك الله جيتي فيها غزال. هاتي غزال اختي اللي لبستيها يجي معاك ياك زوين. بنات فتيات كي جيتكم عاوتاني بهاد الاطلاله الجميله. المهم صراحه عجبني هاد القفطان حتى هو، لا هو لا الخضيدر بجوجهم صراحه حمقوني. شي حاجه اللي زوينه وبسيطه وكتبين يعني لا طاي ديالك زوينه، ماشي شي حاجه اللي كتبينك غليظه ولا هادي، بالعكس بيني شوية هكا ضعيفة. وصراحة عجبني راسي وتبارك الله على يوميات بسمة عندها داكشي غزال تكشطات غزالين صالونها واعر وكذلك تصاويب وكل شيء. ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو جولة في صالون بسمة ان شاء الله. وصافي هادشي اللي كاين، كنتمنى ان تكشطات وهادشي كامل اللي قيست يعجبكم وكنبغيكم بزاف. المهم هذه هي اخر تكشيطه، هذا اللون انا كيعجبني بزاف وديجا كيجي معايا صراحه. عجبني هذا اللون في الخضر وفي هذا البغيون هنايا، كلكم عارفين هاد التكشيطه هاد الموديل منتشر بزاف هاد الايام او ديما، هو يمكن من داك العام هو منتشر وزوين، جاتني زوينه خضرة بحالي. اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال اعجابكم. بالنسبه للتكشطات ان شاء الله غادي تجيب بزاف ديال التكشطات زوينين، هادو بقاو عندها شويه شي مده دونك بغات تبدل وغادي تجيب محسن. بالنسبه للبنات اللي غادي يقولوا لي ما عندناش مع هذا الموديل ولا كذا، فهي ان شاء الله في هذا الصيف غادي تجيب بزاف ديال التكاشط موديلات جداد يلاه خرجوا، وان شاء الله ملي غادي تجيبهم نوريهم لكم حتى هما. دونك الا بغيتوا تابعوني عبر مواقع التواصل او عبر انستغرام فغادي نخلي لكم الانستغرام ديالي هنايا، وكذلك غادي نخلي لكم سناب شات ديالي هنايا بزوجهم غادي نخليهم لكم هنايا، شحال هادي ما قلت لكم ديك اللعيبه ديال هنايا. وكذلك غنخلي لكم لاشين ديال ماما هنا وفي صندوق الوصف، وغنخلي لكم لاشين ديال يوميات بسمه اللي درت معاها فيديو اليوم هنا وكذلك في صندوق الوصف. بالنسبه الى احتاجيتو مثلا تصبغوا شعركم وبغيتو تعرفوا الاثمنه تصيبوه شي حاجه هكا، فغادي نخلي لكم رقم تليفون بسمه باش توصلوا معاها وتعرفوا التفاصيل ديال بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال التساؤلات الى كانوا عندكم. كنبغيكم بزاف، نتلاقاو في فيديو جاي، مع السلامه.